تعددت أسلحة الموت التي استخدمتها قوات الاحتلال لقتل المدنيين في غزة، وباتت توثق بالصور والدلائل على مواقع التواصل الاجتماعي. في الرابع من ديسمبر انتشر مقطع فيديو وثقه الصحفي الفلسطيني محمد قنديل للحظة استهداف غارة إسرائيلية على أحد المباني في مدينة غزة. وحدة التحقق من خلال المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي دققت في هذه المشاهد للتعرف على نوع الصاروخ المستخدم. وجدنا أنه من الأسلحة الذكية والفتاكة، ينتمي إلى عائلة صواريخ سبايس التي تنتجها شركة رافائيل الإسرائيلية، وبالتحديد هو صاروخ سبايس 2000 الذي تتشابه مواصفاته مع الصاروخ الظاهر في الغارة. هذا التشابه يظهر جلياً في الفيديو التعريفي الذي وجدناه لهذا الصاروخ، خاصة مع مقارنة حجم الانفجار الظاهر في الغارة، والذي يتشابه بشكل واضح مع الانفجار الذي ينتج عن صاروخ سبايس 2000. عمدت إسرائيل على استخدام هذا النوع من الصواريخ بشكل متكرر في جرائمها ضد قطاع غزة، حيث رصد تحقيقنا أن الاحتلال قام باستخدام صاروخ سبايس 2000 في قصف الأبراج السكنية في مدينة خان يونس جنوب القطاع السبت الماضي، كما أظهره هذا الفيديو الذي وثقه الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي. وظهر أيضاً الصاروخ نفسه في مشاهد لقصف أبراج سكنية في قطاع غزة انتشرت في 5 ديسمبر. فما هي مواصفات وقدرات هذا السلاح القاتل؟ يزن صاروخ سبايس 2000 450 كيلوغرام، ويصل مداه إلى 125 كيلومتر، ويمكن أن يحمل رأساً حربياً MK83 أو رأساً حربياً مخترقاً بإليوم-9، والتي يصل مدى اختراقها لمتر ونصف المتر. وفقاً لشركة رافائيل الإسرائيلية، فإن صاروخ سبايس 2000 يوفر قدرات مميزة في التوجيه ودقة الاستهداف، كما أن استخدام قنابل MK84 مع الصاروخ يجعله قادراً على استهداف ضحاياه على مدى 100 قدم بحسب الخبراء، بينما تصل قدرته التدميرية الإجمالية ل1200 قدم بسبب تفتيت الشظايا وتطاير أجزاء من المباني المستهدفة. تركيبة الصاروخ تضم فيها نظام GPS إلى جانب حزمة توجيه متطورة مجهزة بنظام ملاحة بالقصور الذاتي INS، ما يساعد تلك الصواريخ على العمل في أماكن تتعرض للتشويش. وبإمكان صاروخ سبايس 2000 مطابقة صور الهدف أثناء الحركة وتغيير مساره بشكل جزئي، إلى جانب استخدامه في العمليات الليلية والنهارية وفي الطقس السيء. يندرج صاروخ سبايس 2000 من عائلة تتألف من صاروخ سبايس 250 وسبايس 1000 وسبايس 250 ER. وهذه الصواريخ أيضاً تصنع من قبل شركة رافائيل USA، وهي إحدى فروع شركة رافائيل الأم. في 2 نوفمبر من عام 2021 أبرمت رافائيل USA شراكة مع شركة لوكهيد مارتن، وهي شركة أمريكية عالمية للأمن والفضاء. تنص الشراكة على قيام الشركة بتصنيع صواريخ سبايس 250 وبيعها في الولايات المتحدة وبولندا. وبموجب هذه الاتفاقية حصل الجيش الأمريكي لأول مرة على هذا النوع من الصواريخ. في نوفمبر الماضي نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً قالت فيه إن الولايات المتحدة قررت تزويد إسرائيل بصواريخ سبايس بقيمة 320 مليون دولار، وذلك عبر نقل الأسلحة بين شركة رافائيل الأمريكية وشركتها الأم في إسرائيل. صواريخ سبايس تتواجد أيضاً في جعبة عدة دول حول العالم، حيث استخدمتها القوات الجوية الهندية في نوفمبر 2019 في ضرب معسكرات تدريب لجماعة جيش محمد في بالاكوت الباكستانية، كما ظهرت في تدريبات جوية للقوات الكورية الجنوبية في نوفمبر 2017. هذا وحرصت عدد من الدول كاليونان والبرازيل وكولومبيا على مدى السنوات العشر الماضية على امتلاك هذا النوع من الصواريخ بعد اتفاقيات بيع أبرمتها مع الشركة الإسرائيلية. المعلومات التي تحققنا منها تكشف المدى والقوة التدميرية الواسعة لسلاح آخر في يد جيش الاحتلال يستهدف به المدنيين العزل في غزة تحت أنظار العالم.